مع تقليد الأنواط لأوائل الخريجين. تفضل السيد رئيس الجمهورية بالموافقة على منح أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية. أولاً كلية الشرطة، الأول ملازم تحت الاختبار مازن أحمد حامد الزقم. الثاني ملازم تحت الاختبار أدهم لطفي أحمد الشويخ. الثالث ملازم تحت الاختبار أحمد بلال محمد العباسي. الرابع ملازم تحت الاختبار محمد أبو الحسين فتحي قايد. الخامس ملازم تحت الاختبار محمد أحمد سيف النصر. أول الطلبة الوافدين ملازم تحت الاختبار أحمد عبد الله عقل صوان من دولة فلسطين. أول الخريجين الحاصلين على ليسانس الحقوق أحمد عاطف عبد اللطيف عبد العزيز. أول خريجي قسم الضباط المتخصصين أحمد سامي أحمد عبد العال. أولى خريجات قسم الضباط المتخصصين أميرة عادل محمد عز الرجال. ثانياً كلية الدراسات العليا، الأول على دبلومات كلية الدراسات العليا مقدم محمد السيد عبد القادر محمد. أول الوافدين بكلية الدراسات العليا رائد مصعب نصر الدين عبد الفتاح مغلسة من دولة فلسطين. ثالثاً مركز بحوث الشرطة أولى الدارسين بالكوادر الأمنية من الدول الإفريقية عن فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مقدم سلمى ميلودي جوبا من دولة ناميبيا. الأول على فرقة مكافحة الإرهاب الدولي نقيب سعد يلايف زفار الدين من دولة أوزباكستان.